مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربي. شرح اليوم هو عن تطبيق السناب شات وتحديدا عن طرق الربح من تطبيق السناب. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن هذه الطرق، طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. في البداية كان عندنا طريقتين للربح من تطبيق السناب، منصة الأضواء والستوريات. الآن نضاف الطريقة، خلي أدخل من داخل متصفح جوجل أشرح لكم عن الطرق وتحديدا عن الدول المؤهلة للأرباح من هذه الطرق. لكن مرة أخرى رجاء أن تأخذ فيديو قصير سهل وصادق 100%. الرجاء مرة أخرى الاشتراك واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء. حتى أشاهد طرق الربح في السناب والبلدان المؤهلة راح أدخل على متصفح جوجل، وهذا الرابط راح أخليه بصندوق الوصف، البلدان والمناطق التي يكون فيها مستخدمو سناب شات مؤهلين لتحقيق مكاسب مالية. في البداية إعلانات لصانع المحتوى داخل القصص، يعني الستوريات اللي تنشرها راح يكون عليها أرباح. وطبعا أنا ذاكر الشروط، لكن الآن الدول: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، كولومبيا، الدنمارك، ومصر، وفنلندا، فرنسا، ألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، والأردن، وجمهورية كوريا، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وفلسطين، والفلبين، وبولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، إسبانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. سكان هذه الدول إذا تنشرون ستوريات راح توصلكم أرباح في السناب شات، طبعا وفق شروط. مو كل واحد، لازم عندك متابعين والستوريات، ما عندك أخطاء وراح تأخذ أرباح. النقطة الثانية، برنامج مكافآت منصة الأضواء. مكافآت منصة الأضواء اللي أنت تنشر فيديوهات عادية راح توصلك أرباح، لكن شرط تكون من هذه الدول: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، كولومبيا، الدنمارك، مصر، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، أندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، والأردن، وجمهورية كوريا، والكويت، وليبيا، والمكسيك، والمغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، وفلسطين، والفلبين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، سنغافورة، إسبانيا، والسويد، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. سكان هذه الدول أيضا راح تجيهم أرباح طبعا وفق شروط. أما الشيء الثالث اللي صار عليه أرباح فهو منشئ العدسات. السناب قرر أنه يعطي منشئ العدسات أرباح، هذا سابقا ما كان موجود، نزل حديثا. فسكان هذه الدول اللي مواطنيها ينشئون عدسات ويشاركوها ويا السناب راح توصلهم أرباح من السناب، وهي الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، والبحرين، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، والدنمارك، مصر، فرنسا، ألمانيا، والهند، أندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، الأردن، جمهورية كوريا، والكويت، وليبيا، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، وفلسطين، والفلبين، وقطر، المملكة العربية السعودية، وسنغافورة، إسبانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. هذول الدول إذا تعمل فلاتر وأنت مواطن من هذه الدولة راح توصلك أرباح. للأسف كثير دول عربية ما موجودة، لكن موجودة الجزائر مثل ما شاهدتوا، ومصر، وأني أحد المتابعين، مليون مشاهدة في ستوري نزله وصل $1000. هذا الشيء اللي وجدته هذا اليوم فحبيت أشاركه وياكم. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفاديت منه لا تنساني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام.